السلام عليكم اخوان بخير، هاني صح لاباس، تحياتي لكم. واحد البياسه نشرحوها، هذه ديال الريغولاتور الطونسيون، هذه خدامه زوينه، هذه مخيره، هذه كتحكم لينا في البوله ولا في الريزيستانس، وقت تنقص منها ولا تزيد فيها. المهم عندها استعمالات بزاف في مجال التفقيس ولا هذا. المهم عندها الخدمه ديالها، هي سهلة في التركيب، سهلة. داخلة هنا 220، ها هي راه دايرين ان، و هاد الجوج هادو ديال اوت، الدخول والخروج. ها داخلة 220، خارجة متغيرة، كتحكم فيها. درتها غادي للبولة، جوج خيوطك حنين غادي للبولة والبريز، حنا نبرونشو نديرو التجربة. وتحكم تف شي موتور لكان عندك مجهد بزاف وغتنقص منه واحد شويه كتخدم بيه. انا دابا درت الضو، انا نزيدو شويه شويه، هاهي شعلت البوله. هاي تجهدت بزاف، هاي خليتها صفرة باش ما تأثرش لينا على التسجيل. التليفون تا هو كيبدا يدلع مع بوحدو، هو كانت مقوس كي بحال العين. هاي نقصت منها، انا غنزيد تاني. ورخيصة هاد البياسة هادي، هي كتسمى جراداتور، هي كتحكم في الطونسيون. خمسطاشر درهم في علي اكسبريس، 300 ريال في علي اكسبريس، وصلت للدار 15 درهم. زوينة هذه، وهذه راه تخدمت الفيوز عند راس الواحد شي فقيقيسة صغيرة، تخدم لها البولات، تجهد وتتحكم في الحرارة. المهم عندها استعمالات بزاف. الموتور تا هو بغيتي تنقص منه الجهد، نبرونشيو ونشوفو تا الموتور تا هو خدمتو كاعتو. أيا دابا ركبناها، برونشيناها حيدنا لها البولة، هي برونشيناها لهاد الموتور هذا النيت اللي كنديرو الفقاسة. حنا غنزيدو دابا، نبداو نطلعو شوية بشوية. انا جهدت، نقص شويه، هذا الموتور اصلا عندي فيه واحد المشكل خاسر، هو درنا فيه تجربه دابا. انا نقصت منه دابا، انا غنزيد، انا نقص شوي، انا فراني سوا، المهم الاخوان بارطاجينا معكم هاد البياس، هاد ريغولاتور الطونسيون هذا. المهم راه زوينه ورخيصه، والمهم نتمنى تستافدوا من هاد التجربه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله.